اه ده كان ده. ده كان عم واحد في ده في طاف ساعه ده في الوقت ده آه. كان انا لو موجود في الوقت ده في الزمالك آه. انا زيزو ما سيبوش زيزو زيزو احمد سيد طبعا اه لعيب كويس قوي ما تسيبوش ما تسيبوش طبعا تفضل وراه هجيبه يا نهار ابيض اه والله هجيبه ولا لو 100 مجلس موجود لازم يجي يجي يعني لا والله ما طبعا ايه الثقه دي لا لا الحمد لله ده توفيق من عند ربنا مش ثقه آه. زيزو يعني انت تجيب زيزو طبعا اي حد اي نادي يتمنى ان زيزو يكون موجود فيه يعني اه طب ما جبتش ليه شيكابالا لا بص شيكابالا ده رمز نادي الزمالك يعني ده ما ينفعش يجي لك بتتكلم انت ما ينفعش طب ما هو زيزو رمز النادي الزمالك ده لا 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 شمال الموضوع مختلف ليه بقى مختلف لا 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 الموضوع مختلف لا زيزو شيكابالا راجل مولود في نادي الزمالك واتربى في نادي الزمالك وبتاع زيزو مع نادي الزمالك كام سنه بس مش كتير يعني مش كتير فكان لعيب كويس قوي زيزو يعني ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله يعني انت طب فتوح كنت تقدر تجيب فتوح في وقت من الاوقات كانت وانا بره حتى بس طبعا انا ما كنتش داخل النادي يعني كان يتعرض عليا فتوح يعني عليك انت؟ اه والله العظيم قلت له انا مش حاجه مش بتاعتي ازاي؟ ماليش فيها انا بقول لك اهو مش هخش في تفاصيل بس اقول لك بس اتعرض عليه فتوح ان هو يجي النادي الاهلي يعني والاهلي رفض؟ انا لا ما دخلتش خالص انا ما قدرتش انا ماليش ليا حدودي يعني ما اقدرش انا في عصفوره قالت لي كده ان في حد بيلعب دلوقتي في الزمالك كان هيخلص اقول اسمه ولا بلاش؟ لا لو بيلعب دلوقتي بلاش ليه؟ ما ينفعش ما فيش كده الاعداد قال لي في ودني لا 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 الاعداد الاعداد بتاع عمل الشياطين مفيش داعي بلاش 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 طيب احسن طب ليه؟ كده بقى كده كده خليها طب اقول لي المركز بس ربنا سطر علينا اقول لي المركز بس المركز يبقى خلاص ما ينفعش لا 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 ده لا دي واسعه واسعه المركز لا 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 طب خلاص 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 عديها 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 هو بيلعب باك رايت بس عديها مش مشكله مش مشكله طيب وليد سليمان وليد ده فيلم ده وليد ده حكايه حكايه وليد احنا في بس خلي بالك يا اللي بتلعب في المركز ده انا عرفت التفاصيل ها انت حر طيب لا وليد كان قصه وحكايه من الاعداد اهو من الاعداد الاعداد بقول لك وليد كان قصه وحكايه كبيره قوي وليد كان من كذا كان راح الكابتن حسن اظنه كان قتيل للوزير سامح فهمي وقال ان عايزين عشان عايزين وليد فكان عايز ساعتها كام لعيب من النادي الاهلي كان احمد شكري وكان مش عارف ثلاثه لعيبه باين قدام وليد فالكابتن حسن قال له لما نسال خواجه ازاي بقى رئيس النادي يقول له لما نسال خواجه واحنا فعلا النادي الاهلي كده يعني ما قدرش رئيس النادي قرار ان هو يسيب لعيب لازم يرجع للمدير الفني فكان خلاص الوزير حلف ان هو ده مش هيلعب في النادي الاهلي طول عمره ياه والله ان وليد وبتاع حتى ما راح بعد كده من بتروجيت راح انبي لولا الدنيا اتغيرت بقى في 2011 وبتاع والثوره وكلام من ده لما وليد ده بقى في بلدتي او في امكانيه ان وليد يجي النادي الاهلي وتم بعد كده برضه كان في تعنت ان هو يجي وكان خالد بيبو ساعتها اللي كان ماسك في نادي انبي اظن وبتاع وكان وليد كان اعصابه تعبانه ودخل المستشفى وخدوه من المستشفى وبتاع عشان كان خلاص مضين وانا مضين من زمان كان في النادي الاهلي يعني كان معاناه ولولا اصرار وليد وحبه وتمسكه بان هو يجي النادي الاهلي ما كانش جه ابدا يعني. اليات التعاقد يعني ازاي؟ جوه الاهلي بتدور ازاي؟ انت مثلا كل واحد عارف هو بيعمل ايه؟ يعني انت الخواجه اللي بيرشح ولا انت طبعاً. اللي بترشح طبعاً. ولا لا 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 ولا بتعرض مثلا بعرض ممكن تاخد الموافقه والله ممكن اعرض ممكن اعرض زي ابو تريكه كده يعني جالي لعيب كذا يا جماعه في فلان الفلاني لكن انا ماليش ان انا اقول مثلا انا دي اشتغلت عليه بقى فعلا والحمد لله انه رجع تاني النادي الاهلي هو كهربا ان كهربا كلمني وهو على باب نادي الزمالك كلمني هو وكيل اعماله وقال لي يا حاج محمد انا على الباب انا راجل اهلاوي وانا بحب الاهلي ومش عايز اروح نادي الزمالك على الباب هو على الباب والله على باب النادي وكلمت ساعتها وكان بتاع صادق قال لك دي حاجه مبالغ فيها ولا بالظبط لا هو على الباب يعني داخل خلي بالك ده كان داخل لابس تيشيرت نادي الزمالك انا ما اعرفش بقى كنت شفت شايف ده الكلام ده كان على التليفون انا سجلت معاه والله لا والله يمكن هو في اللحظه اللي انت بتتكلم عليها دي انا حسيت ساعتها انا مش قادر اعمل حاجه خلاص ان وكلمنا ساعتها علاء الصادق قال لك لا انا مش عايزين احنا جبت صالح جمعه كان جاب صالح جمعه ومش عايز كهرباء اتحايلت عليهم؟ ايه؟ اتحايلت عليهم؟ ما اقدرش انا كان مسألة فلوس ولا فنيات؟ فنيات ويعني اصل لو فنيات ما اعرفش مفيش اتنين يختلفوا على كهرباء يعني طبعا لا انا كمان بكهرباء انا كنت شايف انه لعيب كان مفيد للنادي ده زعلت جدا
جدا برضه من في يعني في كذا لعيب برضه الواحد يعني فعلا كان ممكن تحت ايديك تحت ايديك يعني في لعيبه بتلعب بالزمالك دلوقتي اصلا وانا كانت وكانت عندي يعني زي كانت زي مين؟ ما اقدرش اقول كان مين ليه ما هو ما اقدرش والله مهيب ما اقدرش انت قلت بتلعب دلوقتي اه يعني بقول لك لا يعني وكانت وكانوا يعني تعديها عايز بيمضي ويجي لك وبتاع ماشي يمكن اثنين ثلاثه في فريق نادي الزمالك دلوقتي بيلعبوا دلوقتي اه كان المفروض يكونوا موجودين في الاهلي طارق حامد كان ممكن يروح الاهلي طارق حامد من اللعيبه اللي كان ده طارق حامد كان عندنا وقعدنا ساعتها المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه ايوه عايز 6 مليون جنيه نقدا احنا كل اللي كان موجود في النادي الاهلي ساعتها كان حوالي 3 4 مليون جنيه كاش هو عايزه لا نقدا مره واحده طب يا عمي كمان في خلال شهر في خلال مش عارف ايه ندفع الباقي عايزه نقدا وطارق كله اتكلم معاه وجاي على النادي الاهلي يعني كان ان هو يجي النادي الاهلي وكان مرحب جدا وبتاع بس النادي الاهلي مش هيغلى في 2 مليون جنيه ولا ده ساعتها لا ساعتها خلي بالك احنا كنا مسلمين النادي الاهلي الخزنه ما فيهاش فلوس وكان الكوره ليها 50 60 مليون جنيه الالعاب الثانيه ليها 40 مليون جنيه العمال ما كانتش بتقبض يعني وقتها كان صعب الدنيا كانت مش صعب اكتر من الصعب بكتير ايوه يعني احنا دخلنا في تحديات ما اعلمش بيها حد الا يمكن هتتعرف بعدين التحديات اللي دخلها المهندس محمود طاهر في وشه في بدايه المجلس يعني فكانت لا كانت صعبه ساعتها مليون واتنين كانوا صعبين جدا 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 يعني طيب انت هربت مني في مؤمن ما بس هاخده بعد الفاصل مؤمن وجده وليد سليمان وليد ايه رايك اه تمام معاك ليه يعني ما بص حاجه لما مع احترامي لكل اللعيبه اللي انا اتكلمت عليها لكن لما اجي اتكلم على الكابتن حسام وكابتن ابراهيم تاريخ الموضوع كبير لا وريكورد مش هيتكرر ريكورد وتاريخ وعطاء وكل عايز حاجه عايز اقول لك حاجه كمان غريبه قوي واحنا قاعدين بنتكلم كابتن حسام قال لك انا يا جماعه لو رحت نادي الزمالك انا هعمل 1 2 3 4 اللي هو قاله عمل نادي الزمالك انت قعدت 3 سنين ما بتاخدش حاجه اللي قاله لم الفرقه ازاي وعمل اللي هو قاله قال لك انا لو رحت الزمالك هلم الفرقه دي وهعمل 1 2 3 4 5 انا راجل يعني راجل انا وانا مش متخيل نفسي ان انا اروح العب في نادي الزمالك مع احترام وده طبيعي على فكره جدا يعني جدا طبعا ده راجل موجود في النادي الاهلي راجل موجود في النادي الاهلي يعني فهو هو ما كانش مش راكبه في دماغه ان هو كان يروح هناك يعني بس قدر الله ما شاء فعل يعني واللي قاله عمله واللي قاله عمله صح زعلت؟ جدا جدا طبعا طيب اخر حاجه في الصفقات جمال حمزه وطارق السعيد طارق السعيد مش طارق مش انا مش طب جمال حمزه؟ جمال حمزه طبعا جمال حمزه كان محمد رمضان كابتن محمد رمضان كان مدير كوره وانا عرضت عليه جمال حمزه كانه بيلعب في نادي الزمالك وكانت الفكره اللي عملناها ان هو كان جمال يروح كنا جبت له عرض ونروح النمسا كان ليه اصدقاء ساعتها في النمسا هو راح معسكر المانيا تقريبا لا وكان لا كانت ساعتها لا ده بتكلم الكلام ده كان سنه 2000 انت بتتكلم المره الاولانيه اول مره خالص اول مره خالص كان جمال ده ايام كبرال كان جمال يعني في كان جمال بيعمل كل حاجه في الكوره ده فكرنا بيقول لك حاجه تانية بعد جمال دي هقول لك على حاجه طيب. محدش مفتهاش قبل كده فجمال كان في التوب يعني وكان وساعتها واتفقنا مع النادي ومضينا النادي وكنا كره النادي الاهلي كان معسكرين في هيلتون رمسيس وجبت جمال كان عندنا الاداري المتميز جدا اسمه سعيد احمد كان في النادي طبعا في النادي الاهلي قلت له يا سعيد هتروح كذا حته الفنيه هتلاقي جمال وتخش هيلتون رمسيس طبعا ده كان النادي الاهلي شريك فيه فمن الباب اللي ورا وخش وتطلع فوق نقعد مع كابتن محمد رمضان وقعدنا والكابتن معاه خده على جنب واتفق معاه على كل حاجه يعني العقود والبتاع وكل حاجه ومضاه وكل مشاريع وبعد كده جبنا العقود بتاعت نادي اللي في النمسا واتفق وكل حاجه كانت خلصانه يعني ما النادي الاهلي في وقت من الاوقات قال لك لا انا مش هو انت دايما كنت عامل كوبري موجود لاي لعيب عايز تخرجه وترجعه على الاهلي النادي الاهلي انت عايز حد والنبي لو مش ميت كوبري لو هتبني جبل انا من النادي الاهلي عايزه خلاص دي حاجه ايجابيه اصل في ناس بقى تقول لك اصل انتوا خدتوه من بقى خلاص ده عايز ده الموضوع طلع واضح وصريح انا بقول لك انا عايز مفيش اي مشكله مدام مدير فني انا لما بعوز لعيب بيخليه يلف اللفه ويرجع لي مدير فني عايز ده هجيبه لو هو تحت الارض هجيبه خلاص اعمل له كوبري اعمل له معديه هجيبه خلاص يعني كوبري ولا معديه؟ اي حاجه بقى بس المهم هجيبه في الاخر المهم في الاخر محطته الاهلي تمام كنت اقول لك بقى على حاجه غريبه جدا بقى انت قلت لي افكرني انا افتكرت لوحدي كان في لعيب جامد جدا ملوش حل في نادي الزمالك اسمه ايمانويل كان لعيب نيجيري تفتكره؟ ايمانويل؟ ايمانويل؟ اه امونيكي؟ اه
لعيب جامد جدا جدا. اللعيب ده كل ما ينزل فينا اروح حاطط له جول ولا بتاع في النادي الاهلي. لا مانويل كان بيلعب في كاس الالعاب الافريقيه في مصر أيوة كانت بتنظمها مصر. ايوه لا بقول لك كان بيلعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك كان مكسر الدنيا تمام. ما كانش ليه حل بقى ده نعمل ايه؟ جبنا له حد من بره خده وديه المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي بنادي الزمالك. ما كان ينفعش يفضل نادي الزمالك في نادي الزمالك. والله العظيم يا مهيب لازم كان ما ينفعش انا اقعد بقى نعاكن على الاهلاويه كل واحد يجيب له ويجيب فينا جون وبتاع. ما ينفعش فكان لازم يطلع بره ودينا. يعني انت اللي طفشت ايمانويل؟ اول مره اقول الموضوع ده ومحدش عارفه. ده ايمانويل ده كان حاجه تقيله جدا. لعيب تقيل جدا ده كان جدا. يعني كل ماتش جونين. ايوه بقول لك وكان فاكر ولاعيب كوره ماتش المحله وبلديه المحله كان فكرة. هو اللي حسم الدوري. بعد الواحد بعد اتفرج على ايه بقى ده خايف. فجبنا العروض ودينا وجبنا العروض وجم كلموه بس احنا بعيد خالص انا بتفرج بس لما طلع بره لغايه لما طلع وسافر الحمد لله. يعني انت جبت العقود من بره. العروض جبت عروض جبنا ناس بره وجبنا عروض يعني انت اللي اشتغلت بالظبط على ان الراجل ده يمشي طبعا عشان ما حدش يعاكن الاهلاويه. الاهلاويه ما ينفعش يزعلوا. طب ما جبتوش ليه الاهلي ليه بره؟ لا لا مش عايزينه بس انا بقول لك ما ينفعش حد يعاكن على الاهلاويه. عرفت الكلمه اللي انا قلتها في الاول ايه بقى؟ ان حتى لو لعيب انا مش عايزه بس ما يضيفش للمنافس. ده طبيعي. ده طبيعي. انا ما اقويش منافس بتاعي اقوي في منافس تبني. انا رضا عبد العال فاكر قصته؟ بس انا طبعا انا بس كنتش موجود ما حضرتهاش يعني يعني ما كنتش موجود اني ما كنتش موجود فيها يعني بس فاكرها. طيب اكتر لعيب انا رضا على فكره زعلان منه قوي والله. ليه؟ لان احنا المفروض مصر كلها ورا كابتن حسام حسن. فعشان اقعد اهاجم في الكابتن حسام ده احنا كلنا ده امل مصر النهارده كابتن حسام ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. ما ينفعش انا اقعد بقى اخبط في الكابتن حسام كده عمال على الطريق. ربنا يهدي القلوب لبعض. ربنا يهدي القلوب لبعض بس برضه على حتى لو مختلف بس ده النهارده هو النهارده ده امل مصر الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله كابتن حسام حسن ربنا يوفقه ان شاء الله. قيمه كبيره. مين اللعيب اللي زعلت ان صفقته ما تمتش في الاهلي او ما كملتش؟ اللي احنا بقى اللي الناس ما تعرفوش. اللعيب ده كان جاي بس حصل ظروف وما جاش. في وزعلت. قول.